بقى رجال الدخان اللي جاي قدام الكاميرا ده مش دخان طبعا، ده بنشرب سجاير، ده بخار ميه في يوم درجة الحرارة فيه ماينس 2، يعني 2 تحت الصفر. بنقرب دلوقتي على العربية الكريم وشايفين الإزاز بتاعها والتلج لازق عليه. ودي الأداة اللي بنستخدمها، بنكحت التلج من على الإزاز زي ما نكون في الإسكيمو. لا حول ولا قوة إلا بالله. وده الراجل اللي مأجرينه عشان ينحت التلج. تعال مع الشقة بالله. معلش. سبعة خمسة يا عم يا تفرخة. والخرة كنا مش عايش عارنا بقى اكتبونا باللي احنا فيه. خمسة تفك هي ممكن تفك لو دخلناها الدور. انا عايز مايك ويف يا عم الحاج. انما طبعا طول ما هي جوه الثلاجة كده زي ما احنا شايفين وهعرض عليه عرض محدش هيعرضه عليه غيري. انت ممكن ما تمسحش قدام انا شغال من بعده. ولو العربية عدت من جنبنا يعني هيحصل لي ايه؟ هو مش هيشوفها. انت يعني بتجاملني؟ لا يا كل طبعا يا جماعة النهاردة احنا عندنا امتحان في شابترين لينوكس. وزي ما احنا عارفين ما كانش فيه اي وقت نعمل اي حاجة لان كان في يوم واحد قبل الامتحان. وطبعا بما انه يوم واحد فكلنا كنا عايزين ننام. هو النوم ما بيحلاش الا في الوقت ده. يا باشا ما شاء الله كريم النهاردة صاحي نشيط. غصب عنه. غصب عنه. غصب وقتنا. لما نتجمع حتتين كده اوعى وش الرمل ده. كريم كده بيقول بلسان حاله امال لما ينزل الجليد هيجرى لنا ايه؟ بالظبط كده. النهارده يا دوبك اتنين تحت الصفر يعني. انت هتجيب شاكوش و طبعا ده اللي ماسك الكاميرا دلوقتي يعني رايحه 60 داهيه. يا عم خليك في انت فين؟ فاكر انا قلبت بتعمل بكده في الجسد ظلك في الحته. ما انا بشوفها كتير والله. تاني حلو كده ولا ايه؟ 100 100 ولا فراخ الجماعيه. قول تاني. 100 100 ولا فراخ الجماعيه. ودي الكلمه اللي احمد كان بيعلمها الاوسكار. الادفايزر المكسيكي بتاعنا. شفت المين اللي بعته امبارح كاتب فيه السلام عليكم؟ جميعا. هو معتمد معتمد على برنامج ترجمة للغة العربية. برنامج حقير وبيترجم غلط. مستشار علمي مصر. نفتح يا سمسم. نفتح عندنا الأول.